السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ معاكم ساره صبحي. فيديو النهارده عن تنسيقيه الجامعه. هطقم لكم القطقم على بعض عشان نعرف احنا هنلبس ايه. ولو اول مره تشوفيني اعملي لي سبسكرايب واشتراك، بقى حاجه طبيعيه طبعا انا اقولها، ودوسي لايك على الفيديو عشان اعرف الفيديو ده عجبك او لا. يلا نبدا الفيديو بسرعه. معايا اول تنسيق ليا وهو الشميز الابيض وعليه بلوزه قط كده، تمام. الشميز الابيض ده بيتلبس على فوقيه ده. بصوا بيبقى منظر عامل ازاي، بيبقى بالمنظر ده بالظبط، بيبقى شكله عسول قوي. بس لازم يكون الشميز ممكن يكون اصلا بيمضي شويه، تمام، او يعني التون ده كويس. ده الطقم ده انا مسميه بلاك اند وايت، اسود وابيض. يعني انا من اكتر القطقم اللي انا بحبها القطقم الاسود فقط، تمام. بيبقوا متقل مع بعض جامد اهو، وبتلبسي عليها طرحه مثلا الشكل ده، فبكده يكون كونت طقم بسيط قوي وينفع للجامعه، تمام. ده اول تطقيم معانا، حاجه سهله قوي، على بنطلون اسود هيبقى شكله حلو. نيجي على الاوتفيت التاني لتنسيق الجامعه برضو، وهو البلوزه لما تكون فيها ورد طالعه موضه جدا وشكلها عسول، ماشي. على البنطلون شارلستون ده طالع موضه جدا السنه دي. بصوا لما تحطوا على بعض كده بيبقى شكلك عسول جدا اهو. وتلبسي طرحه اي لون من لون الورد ده هيبقى شكلها عسول قوي عليكي. جربيها، حاجه جديده عليكي، فبرده شكله جميل جدا، تمام. هنيجي على الاوتفيت التالت لتنسيقات الجامعه، وهو قميص مخطط. مخطط برده جميل جدا، تمام. عليه اي حركه من هنا، ماشي، اهو مخطط ابيض في كحلي او ابيض في ازرق، وعليه بنطلون ابيض. بصوا يبقى شكله عامل ازاي، الطقم بيبقى شكله جميل قوي والبنطلون مكرمل شويه. بصوا اهو بيبقى شكله عسول قوي على اي طرحه. لو انت محضره تلبسي طرحه لونها اي الوان من الوان الشميز، ممكن الازرق، ممكن الابيض، ممكن الاحمر، ممكن اي لون من الالوان دي، اي لون هيليق، تمام. على جاكيت اسود او جاكيت ابيض فهيبقى شكله عسول، او جاكيت ازرق. طيب انا اتكلمت كذا مره على الهيكول وقلت لكم قد ايه هو مهم في الدولاب بتاعنا. ممكن تلبسي هيكول كده اهو وعليه جاكيت جينز، فيبقى شكله برده عسول قوي. على بنطلون منفت فيبقى شكله عسول ولذيذ. انا لابسه زي النهارده هيكول الاسود على طقم جينز، فشكله حلو وحاجه مختلفه، عشان لازم نغير في اللبس بتاعنا كل فتره علشان ما نبقاش ماشيين على اسطمبه. دي برده نفس الفكره، نفس الشميز الابيض ممكن نلبس عليه حاجه زي البنطلون كده طالع موضه قوي، هو قط اهو، تمام. ممكن يلبسوا عليه برده يبقى شكله عسول قوي على طرحه بيضة او طرحه سودة، اي لون بقى انت بتحبيه هيقدر يمشي عليه. انا من وجهه نظري في لون التوبي طالع موضه جدا، لو لبستيه على الطقم ده على بنطلون توبي وطرحه توبي مثلا هيبقى شكلك عسول قوي ويعني بنوته كده، تمام. انا بختار لبسي على اساس ايه؟ على اساس ان عايزين حاجه عمليه عشان احنا بنبقى زهقانين، وفي نفس الوقت احنا عايزين نبقى لابسين حاجه شيك برده، فانا بوريكم الحاجات اللي تبقى لابساها شكلك شيك وبنفس الوقت تبقى عمليه علشان الجامعه والحر والكلام ده كله، تمام؟ تمام. معانا مش هننسى ابدا التيشيرتات المخططه، دي ترند جدا وانا بحبها جدا جدا. في منها الوان كتير، اسود في ابيض، خط عادي وخط رفيع، في كحل في ابيض، في كل الالوان. انت هتختاري اللون المحبذ ليكي تلبسي عليه جاكيت كده اهو، تمام. تلبسي عليه جاكيت كده هيبقى شكله عسول قوي. على بنطلون ابيض نفس الخط، او على بنطلون اسود، او على بنطلون كحلي، على اي طرحه. هوريكم طرحه اهي، طرحه بيضة عاديه خالص عليها رسمه بسيطه. طقم شكله جميل جدا وسهل، احنا كده كوننا طقم بمنتهى السهوله وبرده شكله شيك جدا، تمام. تمام. طيب ماشي، انت بقى لو تافهه شويه فدي البنطلون من الاشكال دي، تمام. انا عن نفسي تافهه شويه فانا بحب الحاجات دي جدا. طقم اتعمل بمنتهى السهوله والبنطلون ده منتشر، يعني هتلاقوه او هتلاقوا افكار شبهه ممكن تجيبوه تلبسوا عليه التيشيرت. لان انت لازم تكتري بقى من التيشيرتات كتير جدا في الجامعه. تجيبي التيشيرت مرسوم عليه كرتون، تجيبي عليه كلمه، تجيبي ساده. المهم لازم تجيبي تيشيرتات عشان هي عمليه جدا وفي نفس الوقت بتبقى قطه فهتمتص العرق. فلما يكون اليوم مرهق بالنسبه لك فهتبقي لابسه حاجه مريحه فهترتاحي، تمام. تمام. دلوقتي فكره الشورت،
يعني اول نصيحه انا اقولها لك، انت لازم تجيبي شنطه كبيره وعمليه جدا. انت عندك الشنط الظهري دي طالعه ترند جدا، طالعه موضه، وهي اكتر حاجه عمليه في الجامعه، بتلبسيها ورا ظهرك، بتحطي فيها كشكيرك، بتحطي فيها سندوتشاتك، بتحطي فيها اللبس بتاعك، الدنيا بتبقى تمام معاكي قوي، تمام اهي، تبقى عمليه قوي. او الشنطه دي شنط فيها حركات، بس لازم برضو تكون كبيره، ممكن تجيبوا الاشكال دي بتبقى برضو حلوه قوي، وهي بتبقى كبيره فبتبقى حلوه وعمليه. او الشنطه بتبقى كبيره كده، تلبسيها على اي طقم اللي احنا طقمناه بيليق على اي حاجه، كان في منها اسود واحمر، بس انا بحب اللون الاحمر، فاشتريت احمر برضو كبيره قوي. واحسن حاجه فيها ان هي بسوسته، في الحاجات ما بتقعش منها، فهي دي الشنط اللي انت المفروض تجيبوها. في بقى شنط زي دي بتبقى مرسوم عليها كرتون، او لو انت ليكي في التفاهه شويه فهتجيبيها، بتبقى مرسوم عليها كرتون، وفي منها قماش وفي منها جلد، فانت هتجيبي العملي بالنسبه لك او ذوقك، تمام؟ يا ماما كلهم عمليين وحلوين، ما تجيبيش شنط صغيره خالص عشان مش هتاخد حاجه، في يوم من الايام هتفتكري الكلمه بتاعتي دي، تمام؟ وكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم وضفت فكره على افكارك علشان تنزلي تشتري اللبس او تطقمي او تنسقي، تبقى عارفه انت بتختاري ايه تقومي ايه على ايه. وبكده انا يعتبر قلت لكم كذا ستايل، مش اسطمبه واحده، قلت لكم ستايل التيشيرتات والشيميزات، والشيميزات اللي فيها ورد وبعطيني القماش وبعطيني الجينز، ويعتبر وريتكم اغلبيه الالوان، تمام. الكوتشيات بقى هتلبسي الكوتشي، في كوتشيات اللي طالعه موضه عاليه شويه، دي بتلاقي على كل حاجه، بناطيل وتيشيرتات وقمصان، كل حاجه بتلاقي عليها، تمام. وشكلها شيك جدا، وابعدي عن الصنادر، عشان الصنادر يعني مش هتستحمل، يعني ممكن تلبسي مره او حاجه بس، عشان الشمس هتبقى حارقه فهتدمر رجليكي. اعتقد يعني اللي في الجامعه عارفين، وكمان اللي في جامعه حلوان بالظبط، يعني هم عارفين اكتر ناس رجليهم يحصل لهم ايه في الشمس لو لبسوا صندل. حاولي تلبسي كوتشي يكون مربوط مغطي رجليكي علشان التهويه والكلام ده كله، فالدنيا تبقى تمام معاكي، وهتبقي حاجه مريحه، علشان الجامعه هتعتبر هتبقى في ايام اولها صيف، بعد كده هتبقى الشتاء، تمام. انا بقول معاك ان الفيديو عجبك اعملي لايك وسبسكرايب وفعل الجرس اللي فوق عشان يوصلك اي جديد، وكمان اكتبي لي تعليقاتك وقولي لي ايه رايك في التنسيقات اللي انا قلتها لكم النهارده. ويلا باي باي.